يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اهلا وسهلا بكم في التريلر رياكشن الاول في قناه الوجيه. احنا ليش نقول تريلر رياكشن؟ الكلمتين دي صعبه. رده فعل، شوف كيف اللغه العربيه بسيطه، رده فعل على اعلان فيلم جاستس ليج نسخه المخرج سنايدر. لا انجلش. طيب انا شفت محمد كونفو صديقي اليوتيوبي، محمد احسن مني فيش، انا كمان اسوي تريلر رياكشن. عندك مش تعال في حال انك تسال يا وجيه من وين التيشيرت الحلو هذا؟ التيشيرت هذا وصلني مع مجموعه ثانيه من التيشيرتات والهوديز من جوبيدو، الله يعطيهم العافيه. راح اترك لكم حساباتهم في الوصف لو حابين تطلبوا من عندهم، واستخدموا كود الخصم تبعي يبصر عندنا كود خصم. قد قلت الكلمه دي قبل كذا بس لازم اهايط فيها. فرحان سيبوني في حالي. استخدموا كود الخصم تبعي وجيه 15 وراح يجيكم خصم حليوه. فايب عشان لا يكثر الكلام، خلونا نخش على التريلر رياكشن. اوكي ما اشتغل. كان تبغى يا اخي كذا دخول درامي. اوكي هذا صلعون الملعون، عرفت صوتك، والله عرفت صوتك، صلعون الملعون لوثر. بس مستغرب ليش الشاشه مربعه. امازونيات. اوش شعريرة يا أخي. أح 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 ستيفن وولف وربي مظبطينه. صح يا كومان، تقريبا في فايت لكل شخصية. أوف أوف ستيفن وولف يا جماعة فخم. اوه البلاك سوت، بلاك سوت. قشريرة والله قشريرة. يا اخي يا اخي زاك سنايدر يا اخي. مين ام الفخامة؟ يا اخي زاك سنايدر خلاص. والله عليك انا افتكرت قالوا انه طلع في الاعلان. لحظة وشوف اوف اوف، ملاحظين انه شبه جوكر واكين فينيكس. ايوه هذا الجوكر، هذا الكلام، هذا الكلام يا زاك سنايدر. والله يا اخي انا منبهر من رسمتهم او من تصميم ستيفن وولف. اوف يا فخامته. اها لقينا صورة تشرح كل شيء. اهو شوفوا شكله قبل وبعد. هذا قبل، قل مطوع كذا قرر فجأة انه يتنكر في يوم الهالوين. وهنا فيلن، ريال فيلن. ها شوف هنا الشر، هنا الشر الحقيقي. النسخة الجديدة من جديد، ايش هذا؟ هنا الشر، شر من عيونه. طبعا هنا شكله في الكوميك، هم شكله كذا في الكوميك. وات ذا تكفون، والله شكله كذا في الكوميك. وبس والله يعني هذا كان التريلر رياكشن. شوفوا للامانه يعني انا زاك سنايدر مره احترمه واحب اعماله واحب طريقته كذا في تجسيد او في تحويل الافكار الى مشاهد. يعرف كذا، يعرف يمخمخ على المشاهد. واللي شافوا افلامه القديمه زي فيلم 300 وزي فيلم واتشمن وزي فيلم سكر بنش، بالرغم من انه يعني كان فيلم شويه اسرف فيه في المشاهد اللي كذا، الا انه كان يوريكم الفيلم هذا كاكشن مجنون مجنون. اما بي جي 13 والله افتكر كان فيه لا وصاصا. شوف زاك سنايدر اسرف في الفيلم هذا بالمشاهد اللي زي كذا تسموها اللي تسموها. بس للامانه الاكشن بشكل عام يعني عند زاك سنايدر مره يبدع فيه كذا، يشبعك في هذا الجانب، يملا بطنك من هذا الجانب. بس انه مشكلته الوحيده كان ايش؟ ضعيف كتابيا. خلينا نشوف بس نتاكد من ذي المعلومه اللي هي معلومه مده الفيلم. انا سمعت انه بيكون 4 ساعات. انا للامانه ماني مطلع على اخباره اول باول ولا اعتبر نفسي فاهم صراحه، انا مجرد شخص مهتم جدا بهذه النسخه بالتحديد. اح شلع الفيلم يا شيخ،
مدة الفيلم 4 ساعات. ديوم. مصنف R rating، معناته للكبار فقط، للكبار مرة، مرة للكبار فقط. فواضح انه بيكون في عنف ودموية. لين نقول امين. 18 مارس شهر الجاي، يعني تقريبا بعد شهر، تقريبا بعد شهر ويومين بيكون الفيلم متاح للمشاهدة. ما راح ينزل على أوسن للأسف، بس انه بينزل على HBO Max، يعني ما بنشوف. والله يعطيكم العافية يا جماعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة لو انتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول، والضغط على زر الاعجاب علشان ايش الفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين. ولا تنسوا تشيكوا على جوبيدو عشان ايش تشترون تيشيرتات زي هذه، وتستخدموا كود الخصم وجيه 15. تملى.